اهلا وسهلا بكم في قناه تكنولوجيا الالكترونيات الحديثه. معاكم المهندس هاني. ده صاعق وصلني من احد اعضاء القناه. صاعق ده فيه مشكله نشوفها مع بعض. زي ما انتم شايفين الصاعق اللمبه بتاعت الكشاف منوره، ولما جينا نجرب الصاعق لقينا العيب ده مش شغال، مفيش ضرب شراره. جيت نجرب المفك عشان نشوف نقرب كده نعمل تشارج ولا اي حاجه، لان في شراره ضعيفه جدا على اطراف الصاعق من فوق. طبعا ده عيب، وعيب بيكرر في صواعق كتير جدا. وفي الفتره الاخيره وصلني رسائل كتير جدا من اعضاء بيشتكوا من نفس المشكله دي، ولما طلبت منهم انهم يبعتوا لي فيديو بسيط لمشكله الصاعق كانت نفس المشكله واتكررت مع ناس كتير. النهارده هنتعرف مع بعض ازاي نصلح المشكله دي ومنتهى البساطة عشان نرجع الصاعق يرجع يشتغل تاني زي الأول. طبعا أول حاجة بنعملها إن احنا بنفك الصاعق. في أربع مسامير، في اتنين تحت الاستيكر وفي اتنين ظاهرين قدام مننا. فك المسامير بتاعت الصاعق علشان نبدأ نشوف المشكلة. طبعا في استيكر في اليمين وفي الشمال، هنشيلهم برضو بالراحة كده. خلي بالنا طبعا عشان الاستيكرات دي هنرجعها تاني مكانها. خلاص دلوقتي زي ما انتم شايفين كده الصاعق ده الشكل الداخلي بتاع المكونات الداخليه للصاعق. دي البطاريه، دي اهم حاجه في الصاعق، ده بتكون كويسه جدا. طبعا زي ما انتم شايفين مشكله، فيش اول ما بدوس اللمبه بتطفي بتاعت الصاعق، ودي مشكله جايه من البطاريه. عشان كده احنا هنبدا نغير البطاريه. المشكله دي انا عارفها كويس وعارف انها تيجي من البطاريه، عشان كده انا هغير البطاريه على طول. هنبدا كده نفك البطاريه. طب ايه اللي خلى البطاريه تعمل كده؟ السبب ان البطاريه دي بطاريات ليثيوم ايون بتشتغل على دايره شحن، المفروض ان هي دايره شحن بي ام اس 2 اس. طبعا هنا الصاعق من غير دايره الشحن بتاعت البطاريه. هنبدا نفك كده لان البطاريات دي خلاص مش هتقبل شحن تاني معانا. هنفكها، خلاص البطاريه دي هنرميها لان ملهاش اي لازمه تاني. لو حاولنا نشحنها مش هتشحن معانا، خلاص البطاريه دي عملت تفريغ عميق ومش هتقبل شحن معانا مره تانيه. دلوقتي دي البطاريات الجديده اللي هركبها في الصاعق. وركب عليها دايرة شحن بي ام اس 2 اس عشان تحافظ على شحن البطارية، وتحافظ كمان على ان البطارية تشحن بشحن منتظم، وحماية للبطارية من التفريغ الشحن الكامل. هنركبها، طبعا انا مركب فيها دبل فيس علشان خاطر تلزق في الصاعق مجرد ما اوصلها. وهنبدأ كده نوصل الاسلاك بتاعتها. طبعا انا موصل الدايرة وموصلها في البطارية. كل اللي هعمله ان انا هنزل الديود على المدخل بتاع الدايرة الموجب وابدأ الحمه. طبعا الدايرة دي مهمة جدا جدا في الصاعق، لان هي اللي هتحافظ على ان البطارية عمرها ما تبوظ في الجهاز. طبعا انا بركب دايرة شحن بي ام اس 2 اس 20 امبير عشان اضمن خارج الامبير يكون كويس. هنبدأ نركب الطرف الأرضي، حط السلك الصغيرة كده، هنيجي على مدخل الشحن اللي هو الطرف الأرضي سالب. طبعا احنا وصلنا الديود في الموجب في مدخل الشحن بتاع البوردة، هنوصل برضو السالب على مدخل الشحن بتاع البوردة كده. يبقى انا كده وصلت الموجب والسالب من مدخل الشحن على مدخل البوردة الموجب والسالب اللي هما داخلين كهرباء للبورد عشان تبدا تشحن البطاريه مجرد ما احط الشاحن في الصاعق. ابدا بقى كده انظم التوصيلات بتاعتي. طبعا ده المدخل خلاص كده وصل، فاضل عندي السلوك بتاعه الصاعق اللي كانت واصله في البطاريه القديمه. عندي السالب وعندي الموجب. انا عندي سالب قطعه الصاعق وسالب لمبه الكشاف ولمبه الاشاره واصلين مع بعض. هوصلهم كده في نفس المدخل
اللي انا وصلت فيه الديود بس على البورد مباشر، سالب مع السالب والموجب زي ما انتم شايفين. دي السلكة الموجب انا هشيلها لان السلكة دي مش هتنفع توصل لان فيها حتة في النص مقطوعة. نجيب سلكة موجب يذهب اللون الاحمر، نبدأ نلحمها في البورد مباشر. في المخرج بتاع الشحن، لان البوردة دي المدخل والمخرج في نفس النقطتين. طبعا انا هقشر كده عشان هبدأ الحم الطرف ده في المفتاح. المفتاح بتاع السويتش. طبعا اللحام لازم يكون كويس جدا علشان النقطة تبقى ماسكة كويس. كده خلاص انا وصلت الموجب والسالب للبوردة. طب انا ليه وصلت مع مدخل الشحن؟ هو ده المدخل والمخرج في نفس الوقت، يعني ساعة ما باجي اشحن بياخد الكهرباء عشان يشحن البطارية، وفي نفس الوقت اول ما بشيل الشحن بيبدأ يخرج على نفس النقطتين الكهرباء بتاعت البطارية. والنقطتين دول بالذات لازم اوصل فيهم الموجب والسالب علشان خاطر البطارية اول ما بتضعف توصل لنقطة الضعف التفريغ يبدأ البوردة تبدأ تمنع البطارية انها تفرغ تفريغ كامل وتفصل البطارية عن الشاحن عن الصاعق يعني، فيبدأ الصاعق ما يشتغلش الا لازم اشحنه ويحافظ على البطارية انها تكون فيها نسبة شحن. كما انتم شايفين كده الصاعق اشتغل كويس جدا بعد ما ركبنا له البطارية مع دائرة الشحن. كده احنا حافظنا على الصاعق، ودي طبعا البطاريات القديمه خلاص ملهاش اي قيمه. كده انا ركبت الصاعق وحميته بدايره شحن بي ام اس 2 اس علشان ما يحصلش فيه اي مشكله في المستقبل. طبعا انا بوصل التوصيلات بتاعتي هبدا بقى كده اجرب الشاحن. زي ما انتم شايفين مدخل الشحن نور كده، البوردة بتشحن البطاريات. طبعا مجرد ما البطاريات هتتشحن بالكامل هتفصل البوردة الكهرباء عن البطارية علشان ما يعملش شحن زايد ويبوظ البطارية، يعني بتحمي البطارية من تفريغ الشحن وكمان بتحمي البطارية من الشحن الزايد. البوردة دي مهمة جدا ولازم تكون راكبة في أي جهاز صاعق يكون فيه بطاريات ليثيوم أو بيشحن بنفس الطريقة دي. طبعا المشاكل الكتير اللي بتحصل في الصواعق ان الصواعق معظمها بيبقى راكب البطاريات من غير دايره الشحن، لكن مع تركيب دايره الشحن بتنتهي المشكله تماما وما بتحصلش مره تانية والجهاز عمره ما البطاريه بتاعته تبوظ بعد كده. تمام كده احنا ركبنا خلاص البطاريه وظبطنا الاسلاك وظبطنا كل حاجه وتاكدنا ان الشاحن شغال. طبعا الدايره ديت 20 امبير، وعايز اقول لكم انها مهمه جدا ان انتوا لازم تجيبوها 20 امبير عشان تضمنوا خارج الامبير اللي طالع يشغل قطعه الساعه يكون كويس جدا زي ما انتوا شايفين. كده خلاص هنبدا نقفل الساعه، نركب الزرار الصغير بتاع الضغط. نقفل كويس، نبدا نربط المسامير، نركب برضو العلاقة. زي ما انتم شايفين الموضوع بسيط وسهل، بس لازم تكون في دايرة شحن راكبة في الجهاز. من غير دايرة شحن تأكد حتى لو انت شاري جديد خالص ان بمجرد ما هتشحنه مرة التانية هيحصل معاك نفس المشكلة دي والبطارية هتبوظ. يعني البطارية هتبوظ لو الجهاز ما فيش فيه دايرة الشحن بي ام اس 2 اس. اي حد بقى يقابله نفس المشكلة دي في الجهاز بتاعه يعرف على طول ان البطاريات بتاعته خلاص باظت وانه عايز يغيرها ويركب دايرة شحن بي ام اس زي ما احنا مركبين كده في الجهاز بتاعه. هسيب لكم رابط الدايرة في الديسكريبشن بتاع الفيديو
علشان خاطر اللي يحب يشتريها اونلاين يقدر يخش ويشتري. كده احنا خلصنا السائق خلاص، هنبدا بقى نجربه على الشاحن. زي ما انتم شايفين كده السائق شغال وبقى يشحن تمام زي الفل. كده وصلنا لنهايه الفيديو، اشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي للجميع.